اهلا بحضراتكم من جديد، ولسه مستمرين مع حضراتكم في فقرتنا الاخباريه. هنروح بقى دلوقتي لخبر خاص بجائزه دوليه بتحصل عليها مصلحه الضرائب المصريه. هذه الجائزه اسمها الشارقه في الماليه العامه في دورتها الثانيه عن فئه الجهه المتميزه في اداره المشاريع الماليه. عشان نعرف اكتر عن هذه الجائزه وانجازات مصلحه الضرائب المصريه في اخر فتره، خلونا نرحب بالاستاذ رجب محروس، مستشار رئيس مصلحه الضرائب المصريه. استاذ رجب، بنرحب بحضرتك وصباح الفل. اهلا بيك يا فندم، واهلا بالساده المشاهدين. اهلا صباح الخير على الجميع يا رب. صباح الفل على حضرتك. يعني في البدايه عايزين طبعا نقول مبروك لمصلحه الضرائب المصريه هذه الجائزه الدوليه المهمه، وعايز اعرف بقى من حضرتك يعني فكره اكتر عن هذه الجائزه. الجائزه دي طبعا بتنظمها دوله الامارات العربيه بالنسبة للجهات اللي هي بتقوم بالمالية العامة، زي ما حضرتك أشرت في المقدمة. المالية العامة ديت اللي هي بتتضمن موارد الخزانة العامة للدولة، يعني اللي هي بتحصل الإيرادات الخاصة من الجهات الحكومية والقطاع الخاص والهيئات العامة والهيئات الخاصة. فدي الجائزة بتنظمها هذه الدولة، بتنتظر لها قواعد ومعايير معينة، ألا وهي هل هناك تطبيق لكافة المعايير الدولية لتحصيل المالية العامة أو تطبيق المالية العامة. بمعنى هل مصلحة الضريبة المصرية لديها ميكنة كاملة لكافة إجراءات تحصيل الضريبة؟ هل لدى مصلحة الضرائب آلية لتحصيل الضريبة على المعاملات عبر القارات، عبر القارات يعني بين الدول؟ هل لدى مصلحة الضرائب نظام وقواعد واجراءات مميكنه؟ هل لدى مصلحة الضرائب تطبيق للمستحدثات للانشطه الجديده التي تدرج في الدول؟ دي كانت الهدف من ده قواعد القواعد الخاصه بالجائزه. وبالتالي تم عمل الدراسات من خلال الزيارات التي حدثت لمصلحة الضرائب المصرية في كافة المواقع التنفيذية الخاصة بها، وبالتالي عندما تم الانتهاء من عملية الاستقصاء وعملية التحليلات المالية الخاصة بإجراءات عمل مصلحة الضرائب المصرية، لقد فازت مصلحة الضرائب المصرية بالمركز الأول بالنسبة لجائزة الشارقة للمالية العامة. أستاذ رجب، برحب بحضرتك مرة تانية، صباح الفل. صباح النور يا فندم. صباح النور. محتاجين نتكلم عن الآثار الإيجابية للحصول على مثل هذه الجوائز الدولية. أول حاجة إن هنا ده بيدي مصداقية في مصلحة الضرائب المصرية أنها لديها العدالة الكاملة في تحصيل المستحقات الضريبية لدى المستثمرين معه، وبالتالي هناك مبدأ من مبادئ الضريبة، ألا وهي مبدأ العدالة الاجتماعية، أي أن جميع المستثمرين سواء كان مقيم أو غير مقيم، سواء كان فرد أو شركة، أيا كان النظام القانوني الخاضع لها، كلهم أمام مصلحة الضريبة سواسية، أي لا يكون هناك تدخل بشري في بعض الإجراءات، ولكنها كلها إجراءات مميكنة بتتم على الجميع، والكل بيحصل على العدالة الضريبية من مصلحة الضريبة المصرية. أيضا بتدي انطباع لدى المستثمرين أن هناك تحقيق عادل لموارد الخزانة العامة للدولة من كافة المقيمين لدى مصلحة الضريبة المصرية. أيضا بتعطي للمستثمر غير المقيم أن هناك تطبيقات عالمية داخل مصلحة الضرائب المصرية لكافة تحصيل المستحقات الضريبية الخاصة بهم، سواء كانت ضريبة دخل أو ضريبة قيمة مضافة أو ضريبة دمغة أو ضريبة رسم تنمية موارد مالية. ده كله بيعطي لما جائزة مثل ذلك إن هي تكون في على مستوى الشرق الأوسط، ده بتدي انطباع أن مصلحة الضرائب المصرية بتطبق كافة المعايير الدولية الخاصة بتحصيل
المستحقات الضريبية لدى الممولين سواء كانوا أشخاص طبيعيين أو أشخاص اعتباريين. طب أستاذ رجب، هي دي أول مرة مصلحة الضرائب المصرية بتحصل على جائزة دولية؟ نعم يا فندم، دي طبعا ده شرف كبير جدا لمصلحة الضرائب المصرية أنها تحصل على جائزة دولية، لأن زي ما حضرتك أشرت أن هي المرة الثانية التي قامت دولة الإمارات بعمل مثل ذلك، وده بيؤدي إلى بيكون دافع لدى الجميع سواء أي وزارة أو ليست وزارة المالية أو مصلحة الضرائب فقط، ولكن أن مثل هذه الجوائز بيعطي انطباع جيد لدى العاملين داخل أي حقل دولاب عمل أنه بيبذلوا أقصى ما يكون، وأيضا بتسعى الإدارة الخاصة بالتشريعات التي تحكم مثل هذه الجهات بوضع تشريعات حاكمة تتماشى مع التشريعات الدولية. أستاذ رجب، عاوزين نتكلم عن الأنظمة الضريبية الرقمية، عاوزين نتكلم عن أهميتها ودورها في تيسير الإجراءات الضريبية على المواطن. طبعا احنا عندنا الاجراءات الضريبيه المميكله زي ما حضرتك تعلمي، ده سياسه او استراتيجيه تم وضعها من قبل القياده السياسيه، فبالتالي تم ميكانه مصلحه الضرائب في نواحي عديده جدا، منها اجراءات التسجيل الممولين، دي اول جزء تم تسجيل الممولين الكترونيا. ثاني جزء مرحلة تقديم الإقرار الضريبي الإلكتروني. ثالث مرحلة السداد الإلكتروني عبر التحويلات الإلكترونية من كافة حسابات الشركات للبنوك. رابع مرحلة اللي هي موجودة حاليا اللي هي نظام توحيد أسس حساب ضريبة المرتبات وما في حكمها، ده نظام تم وضعه من قبل مصلحة الضرائب بالتعاون مع خبرة الشركات العالمية الخاصة ب النظم المميكنة، وبالتالي وتم إصدار قرارين وجاري إصدار القرار الثالث المرحلة الثالثة للتطبيق على الشركات. تم تطبيق منظومة توحيد أسس ومحاسبة ضريبة المرتبات على ما يقارب حتى الآن 316 شركة كمرحلة تجريبية، وجاري إصدار قرار للمرحلة الثالثة من السيد الدكتور معالي وزير المالية. ايضا كافه الاجراءات اصبحت دلوقتي هيبقى عندنا الفحص المميكن ان شاء الله بيبتدي من 1/7/2023، يبقى كده بتكتمل المنظومه المميكنه لكافه الاجراءات داخل دولاب عمل مصلحه الضرائب المصريه. استاذ رجب محروس، مستشار رئيس مصلحه الضرائب المصريه، احنا بنشكر حضرتك جدا على هذه المداخله، والحقيقه جهد كبير بتقوم بيه مصلحة الضرائب المصرية، وهذه الجائزة جائزة دولية أهمة جدا بتوصف حجم الجهد الكبير اللي بتقوم بيه مصلحة الضرائب المصرية.